عودي معكم للمتابعة. ما تنسوا دايما تقفروا الشخصية الأنانية وتبعدوها عنكم، لأنه رح بتكون شخصية بتجيب لكم الأمور أو الذبذبات السلبية لحياتكم. بعدوا عنها ضروري أو حاولوا تواجهوها مثل ما هي. خفيف نضيف مع كارلا واتصالاتكم المباشرة وبعض الأسئلة اللي وصلت لنا أو وردتنا عبر رقم الواتساب 03010533. صباح الخير. صباح الخير جوزيف. كيفك كارلا؟ كله منيح. شو بتعرفي عن الشخصية الأنانية غير إنها بتحب حالها؟ بتعرفي تقفري هيك بعض التفاصيل؟ لا. شو ما قدمتي لما بتقدم بالمقابل وبتحسسك إنك مجبورة تقدمي لها؟ تقدمي لي. الله يبعدون عني. إيه الله يبعدون. يعني بتحسسك إنه أنت مجبورة تقدمي لها الخدمات وإنها مش راضية على كل الخدمات اللي أنت بقدمتيها. والشكر بيطلع منها بشكل هيك تمثيلي او بتقولها من بتقولوا من قفشفافه بقولوا من قفشفافه بقول شكرا. بنبلش. بنت عمرها 9 سنوات بتعاني من نقص الوزن والطول حسب راي الطبيب. طولها 131 سم وزنها 24 كيلو. شو النظام الغذائي المناسب ليزيد وزنها وطولها؟ هي ما بتعاني من اي نقص بالفيتامينات او اي خلل هرموني، انما نقص بالتغذيه فقط. هي بتاكل وجبتين باليوم غدا وعشاء. الصبح ما عندها شهيه ابدا للاكل. شو بعطيها على المدرسه بترجعوا معها على البيت؟ لما بتجوع بصيبها توتر وبتصير عصبية. اوكي. يعني رح نبلش من الاخر. يعني هو مشكلة نقص الوزن وقلة الشهية طبعا وقت الواحد ما يكون عم بياكل بكمية مضبوطة بده يتوتر بده يصير عصبي. فهون انا نصيحتي للسيدة اللي بعتت لنا السؤال انه نبلش بكميات صغيرة جوزيف ونشوف نتفق مع الولد شو بحب ياكل. يعني أنا إذا اتفقت مع بنتي أنه أوكي ما تاكل شي الصبح بس فيك تاكل شي على فرصة الساعة 10 تكون هي منقية شو بدها تاكل. لا طبعا بعد الأوقات يمكن الواحد ياخد حبة كوكيز يمكن أو ياخد مثلا موزة أو ياخد ربع منقوشة. فالكمية هون ما لها أهمية قد ما أنه نحن نعطي شيء ناكله الصبح. لكن أهم شيء أنه أنا ركز اتفق مع البنت أنه أنا قديش بدها أعطيها وقديش هي بدها تاكل وشو بدها تاكل. فكتير مهم أنه نحن نتفق على أنواع الأكل وما نجبر بالكمية. يعني هالقد هالقد. هلأ بعرف أنه صعب كتير الواحد يزيد من الوزن، إنما أهم شيء ما ينقص بعد أكتر. فصحي 24 كيلو قليل لل 131 سنتي لبنت عمرها 9 سنين، بس أهم شيء نحن هلأ نحافظ على الوزن ونجرب أنه طب عادة ما بيقولوا مثلا عند السيدات إذا طول 1.70 مثلا إذا كانت 60 بيكون بيرفكت. مش دائما مزبوط جوزيف. لا لانه في كثير من الاوقات في عندك حجم العضل حجم العظم بيوزن او ما بيوزن، فمش بالضروره هي تكون مزبوطه. على كل حال ما بتنطبق ابدا على الاطفال. يعني بتسميه دائما تاج اسمه بادي ماس اندكس. بس حتى على الاطفال في عندهم شيء خاص لهم بادي ماس اندكس خاص فيهم، فعهالاساس نحن بنمشي. واذا الطبيب طمنا انه ما في عندنا نقص بالمغذيات انما نقص بالوزن هيدا الشيء بيطمن. وبالتالي ننتبه على النوع من دون يعني ما نكتر الكمية إذا الولد ما عنده شهية. ما عنده شهية على كل حال. يعني بس هون عم تقول إنها بتجوع أوقات كتير عم تنقص الكمية. ضروري إنه ترجع تاني. أرقام التليفونات قدامكم على الشاشة إذا بتحبوا تطرحوا أي سؤال. سيدة عم تسأل إنه عندها intolerance باللاكتوز إذا فيها تاخد جريك يوغرت أو مع لاكتوز سبليمنتس. يعني لاكتيز سبليمنتس. وهل رح تزيد وزن أو لا؟ لا أكيد لا طبعا. هيدول ما بيزيدوا الوزن. يعني في كتير أشخاص عندهم ما بيقدروا يتحملوا سكر الحليب اللي هو اللاكتوز، فممكن أنه ياخدوا تابلتس أو مكملات بتكون موجودة بالصيدلية. مكملات هي فيها الأنزيم تبع اللاكتيز يلي أنت إذا ناقص من جسمك بيقدروا ياخدوها كجرعة إضافية وقتها يتناولوا إشي فيها لاكتوز. هلأ الجريك يوغرت هو بيشبه يعني اللبن تبعنا، هن بيسموه الأجانب بيسموه جريك يوغرت بس هو اللبن تبعنا. وبالتالي إجمالا في كتير أشخاص حتى لو عندهم لاكتوز انتوليرنس بيقدروا يتحملوا اللبن ما ضروري ياخدوا معه اللاكتيز سبليمنتس. فلبنة أو اللبن اللاكتوز بتكون البكتيريا المنيحة باللبن أكلت اللاكتوز
طبعا عبارة بما معنى العبارة، يعني حولته من لاكتوز للاكتيك أسيد، فبالتالي كمية اللاكتوز باللبن بتكون أقل بكتير من الحليب. في بعض أصناف اللبن يمكن فيهم بس 1% من اللاكتوز، وهذا ممكن ما يأذي كتير من العالم. إذا عملنا حليب ببيتنا فورناه على النار وشلنا الأشوي، ساعتها بنكون عملنا زيرو فات؟ لا أكيد لا، بتكون يمكن خففت شوي بس ما بنعرف قديه. إجمالا لتشيل كمية الدهن من الحليب بيحطوه بمكانات كبيرة بيخضوا الحليب، بيخضوه لكتير وقت لحتى يتفصل على حرارة معينة، حتى يفصل الفات أو الزبدة عن الحليب، فهيدا صعب أنه تعملها أنت بالبيت. نعم. شوفين أو قمحة كاملة، ليش زاد نسبة الدهن بجسمها بعد توقيف التدخين وصار صعب أنه يروح وزاد أكلك مدام؟ طبعا اول شيء راح اقوله انه مثل ما قلت قبل بمره من عده حلقات، انه وقت الشخص يوقف تدخين طبيعي انه ممكن يزيد وزنه شوي، لانه مع النيكوتين الجسم بيحرق كالوريز اكثر، انما اذا بده يزيد مش راح يزيد اكثر من 2 كيلو اذا زاد او 3. فاذا زاد اكثر من هيك يعني طبعا انا لانه وقفت التدخين عم بعوض بشيء ثاني وهالشيء عم بيخليني ازيد من وزني. هلا مش مشكله، لا منه صعب يروح، بس بدنا نساعد نفسنا مش بس بتخفيف الاكل انما بالرياضه. شوفين او قمحه كامله الاثنين منيح، الواحد بيشوف شو بيناسب. انت بس دائما بتطالبي بالقمحه الكامله، ان كانت شوفين او قمحه لازم تكون حبه كامله، يعني انا بطالب بالحبه الكامله مشان الفيتامين بي، مشان كل الفيتامين بي، مشان المغنيسيوم والالياف. طيب ناخذ ليلى. ليلى صباح الخير يا ليلى. ليلى الليل يا ليلى. الو. ايه ليلى عم نسمعك. ايه بونجور، كيفك؟ الحمد لله كثر خير. انا بدي اسال الدكتوره، انا عمري 32 وطولي 162. نعم. باكل فما ببين علي، وزني 50 كيلو. مين هيك يا ليلى؟ شوي بقدر اسالها شو بقدر اكل او اعمل؟ اوكي ليلى، هلا اهم شيء مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي بالنسبه لنقص الوزن، انه ما يكون في مشكله مرضيه عم بتخلي الشخص ما يزيد وزنه، يعني مشكله غده، اوقات بتكون الغده بتفرز كثير وبالتالي بيحرق الشخص طاقه كثير فما بيجمع وزن. اهم شيء انه نحن نتاكد ما عندنا مشكله صحيه عم بتخلي وزننا ما يزيد، بعدين نرجع نتطلع منشوف هل يا ترى انا كل شيء عندي منيح، ما عندي نقص بالحديد، ما عندي نقص بالكالسيوم، فيتامينات كلها عم بخدها. اذا ما عم بيزيد وزني نوعا ما بقول معليه، انه لانه في اشخاص جسمهم هالقد بيحرق طاقه لازم يركزوا ياكلوا اكثر، ويركزوا ياكلوا اكثر بانتظام، يعني مش انا نهار اكل زياده ونهار ثاني ما عود اكل. فبهيك حاله بصير يزيد الوزن مثلا كيلو او 2 بالكثير بالشهر، ما نتوقع زياده اكثر من هيك، بس اهم شيء نقول انه معلي اذا ما زاد الوزن مهم ما ينقص، مثل ما حكيت قبل شوي نحافظ على الوزن ما ينزل اكثر من ما هو. شو بيخلص معك الوقت بسرعه؟ هيك بيقولوا لك بالبيت ولا بس انا بقول لكم؟ بلا طبعا بتسليهم بالبيت. بسليهم بالبيت كثير، هن بيسلوني كمان، انا بالبيت بسكت هن بيحكوا. كون حكيت شي مليون كلمه بالنهار. شفت انا قد بتغزل، قد بتغزل فيك انا. ميرسي جوزيف. شو بعمل من دونك؟ انت مع الشيف ضدي دائما، ما بعرف ليه. كارلا ثانك يو، شوفك بكره ان الله راد بحلقه جديده. لكل المشاهدين احنا وياكم برايوتيك بلس والدكتور الفريد كرم.